يعني انت بتعرفي؟ ايه؟ ايه؟ شلون ايه يعني؟ لك شلون ما بتقلبي الطاولة فوق راسها لهالبطيخ كيف؟ وليش لا قلبها؟ يعني امك لو ما قلها تلتين الخاطر كانت عرفت توقفوا عند حده؟ شو أول مرة حدا بيحاول يتقرب من امك؟ حبيبتي امك طول عمرها بيجيها عرسان وهي بترفضهم، ما توقعت انها توافق بهالسرعة. طب وهلا شو؟ شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا ننزع الشغلة عليهم؟ قولي تفضلي. ليكي رولا الله يخليكي، انا طلعيني من القصه كلياتها. انت بتعرفي انه لو اي شريكه لهالزلمه وبيناتهم مصالح، واذا صار اي قصه بتنطبش كلها براسي، انا مو ناقصني. قولي هيك من الاول، قولي انه هي شغل تطبيعك انت ولؤي، ما كان حبيبتي لازم لؤي يستفاد من مصاري الزلمه. ماشي يا ريما، لك الله لا يخليني اذا بدي. عمو شو صار لها هي المجنونه؟ بأبو اللول حبيبي. حبيبي اهلا وسهلا. تسلم ايدك. هلا ما بعرف اذا القهوه ظريفه ولا لا. لك ما قلت لي انت شو رايك بالموضوع؟ والله يا ابو اللول انا بدي سلتي بلا عنب، ومثل ما بتعرف اذا سعيد رضيان بسعديه نحن شو دخلنا اخي؟ وسبحان المريح. لك عيني ربك، لك انت بتعرف شو بيعجبني فيك؟ انك بتلقط على الطاير. بس انا اللي زعجني ليش نسواننا زعلانين؟ في حدا بيتضايق يا رجل اذا امه بدها تعيش عيشه حلوه؟ بعدين بيني وبينك نحن رح نستفيد، هي معه مال ما بتاكلها نيران يا رجل. اخي انا بهي القصه مالي مصلحه، انا كل مصلحتي بالقصه حمادي تبعد عن نور. هلكتني هل. شو؟ شي حلو والله. لكن في مؤامره وقاعدين عم تخططوا لها. لك الله لا يهنيني اذا بهنيكم انت وياه. بسيطة بسيطة، قوم صالحها، قوم صالحها بكلمتين. إن شاء الله ما تواخذني يعني، بتعرف لهول عقلها صغير يعني. وبس اتعصب ما بعرف شو بصير له. عادي. نفس الفيلم اللي صاير معك صاير معي، كلمتين حلوين منك متراضية، أنت أبو الثقافة. أنا هلا رح قوم روح، تصبح على خير. لك عود أبو اللول. شبكي روحي، شوفي، شوفي. شو أستاذ قصي؟ خلصتوا أخيراً مؤتمر القمة تبعك؟ لك مؤتمر شو؟ لك روحي مؤتمر شو؟ ان شاء الله فكرتينا مبسوطين يعني. او حطي حالك انت محلي، عرس حماتي وبدها تلبس فستان ابيض وانت بتعرفيها يعني، بكره بدها تنق وتنزل اعلان بالمجله. يعني انت مو موافق؟ لك طبعا لا، اكيد لا. لك روحي، معقول وافق يعني؟ لك ليش قلت لها انك موافق؟ ليش؟ ما انت امك وبتعرفيها، قلتي ولد سايرها وبكره لحاله زلمه بيهرب. قلتها؟ لك طبعا روحي، وسايريني انت بتكسبي. طمنيني، لقيتي الفستان؟ شكرا. بدك الصراحة؟ ايه؟ ما عجبني ولا فستان. شو هالحكي؟ ايه والله. مع انه انا جايب لك كتالوج احدث فساتين الاعراس بباريس؟ يعني انا ما فيني هيك البس فستان حي الله، انا لازم يكون هوت كوتور. يعني لا في وحدة لابسته قبلي ولا وحدة رح تلبسه بعدي. ايه معك حق. وحدة برقتك وجمالك لك والله بيطلع لها. يعني أنا بدون فستان أبيض وعرس ما بتجوز، ليش أنا شو ناقصني؟ مو ناقصني شي. والله مو ناقصك شي، لك والله صبية وست الصبايا كله. طيب شو رأيك؟ جيب لك مصمم أزياء عالمي وخليه يجي لهون ويفصل لك الفستان يلي بتحلمي فيه. إيه احكي معه هلأ، هيك منخلص من هم الفستان اللي التفت لغير شي. احكي معه. مو على عيني وتكرم عيونك.